السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا اليوم: تشكيل الحكومة الجديدة في ظل رفض شعبي واسع. يمكنكم المشاركة معنا عبر أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، أو من خلال خدمة الواتساب التي تتيح لكم إرسال رسائلكم النصية. مشاهدينا، فاصل ونعود. القوات العراقية تدافع عن كل عراقي، كل مواطن في الأرض العراقية يثق بهذه القوات أن تحمي. قطعة ماكو، بيت ماكو، أولادي أطول مني ولا واحد معرسة من عندهم. غير الدشداشة هاي بالعراق، أنا متبرع بيها الدشداشة هاي أساهم بيها بإعمار البلد. راجعوا السنين الماضية، شقص صرفت أموال بالقصر، راجعوا. خلي هاي ياخذها اليسر لعبادي وحكومته هاي الدشداشة، غيرها الله شاهد ورسوله معه. أهلا بكم. بعد أن فضحت الانتخابات التي جرت في العراق في 12 من شهر أيار المنصرم، وصنفت على أنها واحدة من أكبر عمليات التزوير التي يمكن أن تشهدها انتخابات في العراق، بل ربما حتى في العالم، خرجت مفوضية الانتخابات والمحكمة الاتحادية ومعظم الأحزاب في العراق ليقولوا إنها خالية من التزوير، وأن تطابق النسب بين ما أعلن أولا وبين عملية العد والفرز اليدوي يثبت تطابق النتائج بنسبة 99%. لكن كيف لهذه الانتخابات أن تخلو من التزوير وقد اعترف العبادي ولجنة تقصي الحقائق وبعض الأحزاب أن هناك عمليات تزوير واسعة جرت في هذه الانتخابات، بالإضافة إلى نسبة المشاركة التي لم تتجاوز 20%؟ وهنا نأتي إلى الجزء المتعلق بالتحالفات السياسية. ففي الوقت الذي يشتعل فيه الشارع العراقي غضبا وكرها ورفضا لكل من وجد في هذه الحكومة أو التي سبقتها، وفي الوقت الذي تمتلئ فيه شوارع العراق بالمظاهرات لطرد هؤلاء الفاسدين كما يصفهم الشعب، نرى الأحزاب تسير في تشكيل حكومة جديدة بعد أن باركت مرجعية النجف لهم وشدت على أيديهم بسرعة تشكيلها، غير مكترثة بأصوات الملايين التي سئمت منهم وتريد قلعهم من جذورهم، بل أن العراقيين يتمنون لو تعطى لهم الفرصة لمحاسبة هؤلاء السياسيين لوجدوا في سلات النفايات بعد أن يفعل بهم ما فعل بالظالمين. وأن قلنا إن الحكومة القادمة ستختلف فيها أشكال التحالفات، السؤال الذي يطرح الآن والذي كان قد طرح في كل انتخابات سابقة: ما الذي سيتغير في النهج وإن تغيرت التحالفات والوجوه في ظل وجود أحزاب سيطرت على الحكم وميليشيات تأبى أن تترك مغانم في بلد غاب عنه القانون؟ مشاهدينا، سيكون موضوعنا لهذا اليوم هو تشكيل التحالفات الجديدة في العراق بعد الانتخابات، طبعا في ظل وجود مظاهرات عمت شوارع العراق. مصادر كردية كشفت عن زيارة مرتقبة لوفدين من تحالفي سائرون وتحالف الفتح، طبعا سائرون التابعة لمقتدى الصدر والفتح التابعة لهادي العامري. هذين التحالفين المتنافسين على تشكيل الكتلة الأكبر سيزوران أربيل الأسبوع المقبل لاستمالة الكتل الكردية. طبعا هناك الآن محاولات لجمع أكبر عدد ممكن من التحالفات ومن الأصوات ومن المقاعد من أجل تشكيل الكتلة الأكبر التي ستشكل الحكومة كما هو منصوص في هذا الدستور المبني طبعا على المحاصصة وعلى الطائفية. أوضحت المصادر أن أحد الوفدين يمثل التحالف الذي يتزعم أو يعتزم نور المالكي إنشاءه، فيما يمثل الوفد الثاني التحالف الذي يضم الفائزين في الانتخابات مقتدى الصدر وحيدر العبادي، لافتا إلى وجود منافسة بين الوفدين لضم الأكراد بغية تشكيل الكتلة الأكبر في الحكومة القادمة. النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي قال إن تحالف الفتح بقيادة هادي العامري والحزبين الكرديين الرئيسين هما الأقرب لائتلافه لتشكيل الكتلة الأكبر، يعني التحالف مع المالكي، هادي العامري يتحالف مع المالكي والأكراد. ولكن السؤال هو طبعا الأكراد جربوا نور المالكي لفترة 8 سنوات وخدعوا منه كثيرا ولم يتحصلوا على ما طلبوا، فلماذا الآن يعقدون صفقات أو تحالفات مع نور المالكي أو مع هادي العامري المعروف بميوله الإيرانية والمعادي دائما
الأكراد، طبعا باعتبار أن إيران لا ترضى بوجود الحكومة الحالية في أو حكومة إقليم كردستان أو يعني مسعود البرزاني وجماعته. أضاف أيضا أن ضغوط خارجية تمارس على بعض الأطراف أو الجهات السياسية من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، وأشار إلى أن ائتلاف دولة القانون هو الأقرب لتشكيل الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب. بناء على ماذا؟ لا أحد يعلم. من خلال طبعا يقول التفاهمات والتوافقات بين أغلب القوى السياسية. السؤال الذي يطرح الآن والذي قلناه في بداية المقدمة، ما الذي سيتغير في العملية السياسية في العراق وإن تغيرت الوجوه أو وإن تغيرت التحالفات الموجودة الآن؟ أسماء جديدة لأحزاب جديدة تشكلت، ولكن قادة هؤلاء هذه الأحزاب هم نفسهم الذين حكموا في العراق منذ 2003 وحتى هذه اللحظة. لم تتغير الوجوه كثيرا، فهم نفسهم. ربما قد تتغير الوجوه التي تستلم مناصب أو تتسلم مناصب في هذه الدولة كرئيس مجلس النواب أو رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية، لكن المضمون، نحن نتحدث عن مضمون. المضمون هو حزب الدعوة الذي يقود هذا البلد منذ 2003 وحتى هذه اللحظة بسياسيه المختلفين، بالوجوه التي تغيرت، لكن الحكم هو واحد والمنهج هو واحد. أم نتحدث عن البرلمان الذي حكمه السنة؟ ونحن طبعا ضد هذا المبدأ، ولكن هذا التجزئة أو هذه التجزئة التي وضعت من قبل الاحتلال وفق تصنيفات وتقسيمات معينة. السنة الذين حكموا وقادوا البرلمان، ما الذي قدموه من خلال أكبر مؤسسة تشريعية موجودة في هذا البلد؟ هل نصفوا المجتمع العراقي أم أنهم أصدروا قوانين تقنن الميليشيات، تضع آلية لعمل هذه الميليشيات بشكل قانوني، تضع حصانة للحشد الشعبي المشكل من ميليشيات دمرت هذا البلد، أو تضع حصانة لمن سرقوا المال العام وتعطيهم ضمانات بعدم المحاسبة؟ لماذا لم يحاسب من تركوا المنصب طبعا بعد حكم نور المالكي وصولا إلى حيدر العبادي؟ هذه الشخصيات التي تهمت بالفساد أين هي؟ لماذا لا تحاسب؟ طيب لماذا تشكل حكومة في ظل وجود رفض شعبي واسع وربما عام في العراق الآن للوجوه الموجودة حاليا في السلطة؟ يعني قضية المظاهرات التي حدثت الآن في محافظات الجنوبية، قضية الرفض الشعبي، قضية الأحزاب برا إيران برا، هذا الرفض الذي يوجه من الشعب لهذه السلطة الحاكمة الآن، لماذا لا يوجد اكتراث من قبل السياسيين للأصوات التي تخرج في الشارع والتي ترفض عملية سياسية مبنية على محاصصة ومبنية على طائفية ومبنية على دستور وضعه الاحتلال؟ سعد بن ميسان تفضل. سعد استاذنا ابو جاشم، موضوع التحالفات الجديده هي لا تختلف عن التحالفات السابقه. نعم، هذه التحالفات هي الان راح توصلنا نفس المحاصصه ونفس الطائفيه والتوجهات هاي الاثنيه الضيقه، واحنا نتمنى ان تكون حكومه جديده تربي طموحات شعبنا، لكن بهذه الطريقه هذه التشكيلات لا تعجبنا، كون احنا ناس متظاهرين ضد ما هو خلقنا اجواء متوتره. بس هناك يا سعد، الحكومه غير مهتمه بك بحضرتك، نعم، وغير مهتمه بالمتظاهرين. الحكومه الان مركزه على قضيه تشكيل الحكومه القادمه، او السياسيين مركزون على تشكيل الحكومه القادمه، احزاب جديده وتحالفات جديده. انت حضرتك والمتظاهرين انتم غير مهم، نعم، انتم ناس تطالبون بحقوقكم الشرعيه وهم غير مكترثين. نعم، خارج تفكير. نعم استاذنا ابو جاشم، احنا كمتظاهرين الان ما نقبل على هذه التشكيله اللي هي الشكل السابقه، لانه احنا عرفنا انه التشكيله السابقه وصلتنا الى محنه، الى خندق مظلم، وبالتاكيد احنا متظاهرين ما يحترمون هذه التوجهات. احنا متظاهرين ضدهم لان هم خلقوا لنا اوضاع غير مستقره، يعني المواطن العراقي بدا يكره هذه التشكيلات لانه راح يدعينا الى امور تتعلق يعني لا خدمات، لا امين، لا استقرار سياسي. اكيد احنا متظاهرين ظل ظاهر ضد هذه التشكيلات اللي هي تدعي للمحاصصه. بس حتى هذه اللحظه يا سعد، حتى هذه اللحظه لم لم تصل المظاهرات الى النقطه التي يتمناها المجتمع، يتمناها الشعب العراقي. المظاهرات يوم تعلى ويوم تنصه، الصوت يوم يعلى ويوم ينصه، وبعدين يعني إذا كان الشعب يسير وفق هذا الاتجاه أو بهذا الاتجاه،
لن تتحقق المطالب طالما كان هناك ضعف في هذه المظاهرات. إن كنت تريد أن تحقق أهدافك طبعا المتمثلة بالقضاء على هذه الحكومة والخلاص منها وتشكيل حكومة وفق ما يتمنى المجتمع، لن تتحقق هذه الأهداف في ظل وجود تخبط في المظاهرات. يا أخي أبو جاشم، تظاهراتنا راح تستمر، شكلت حكومة واللي ما شكلت حكومة تظاهراتنا، لأنه حتى الحكومة الجديدة لا تلبي مطالبنا. مطالبنا هي مطالب واضحة، وأكيد كل ما هو يتعلق بالمواطن العراقي، نعم، بتوجهات اقتصادية خدمية. الآن هذه الحكومة اللي تشكل، إحنا ما لنا ما بالضبط من أي حكومة تشكل على نمط محاصصة، إحنا بالضبط من عدها. شكرا جزيلا سعد. أبو ناصر من تركيا تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضرتك وقناة الرافدين وكل الكادر بخير وأمان إن شاء الله. شكرا جزيلا وأنت بخير أستاذ محمد. يعني هي كل تحالفاتهم ضد الشعب وضد مصلحة الشعب، وكل العراقيين يعرفون بأن الحكومة القادمة ما راح تقدم أي شيء للشعب. والعجيب اللي كانوا أعداء بالأمس هسه صاروا أحباب وتحالفوا مع بعضهم لأجل استمرارهم بسرقة خيارات البلد ونهبها. ولا السياسيين السنة ولا شيء أقدموا لي شيء للشعب، الكل يتسابقون لأجل تشكيل الحكومة. نعم. وبالتأكيد يريدون تشكيل الحكومة الجديدة لأجل استلام مناصبهم، مو لأجل العراق ولا لأجل شعب العراق، ولا كأنه الشعب طالع. ما الذي سيتغير الآن يا أبو ناصر من تحالفات جديدة أن تشكلت هذه الحكومة؟ أي شيء ما راح يتغير أستاذ محمد نهائيا، أي شيء ما راح يتغير، بس المهم يبعد هذا المسؤول ويستلم المنصب ماله ويبدأ بسرقة خيرات الشعب. ما عنده. طيب والشعب وين دوره؟ الشعب وين دوره؟ هو احنا هذا اللي دا نسأل واللي دا نطالب فيه، الشعب وين دوره وليش ساكت عليهم؟ إذا هي أستاذ محمد، إذا هي المرجعية اللي بالنجف، نعم، طالبوا بتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، وهم كل الزين يعرفون بأن الانتخابات الأخيرة كانت مزورة. نعم. وما شارك فيها أكثر من 20% من الشعب. طيب نعم. انتم لما تعرفون بأنه الانتخابات مزورة والشعب طالع بتظاهرات ويطالب بأبسط حقوقه، ليش تطالبون بالإسراع بتشكيل الحكومة إذا ما عندكم مصلحة بيها؟ يعني هي هاي وقفتكم ويا الشعب العراقي؟ هاي المرجعية اللي كل الشعب العراقي وبالأخص الإخوان الشيعة معتمدين عليهم ومعتمدين على فتاواهم، هذا اللي دا ينتظروا من عندهم؟ طيب احنا يعني نجي هنا حتى نتكلم بصراحة، نجي نعتب على المسؤول اللي دا يشكل الحكومة ما مهتم، لو نعتب على الشعب ما قدر يوصل صوته بالطريقة الصحيحة. هو بالأساس أن المسؤول ما عليه عتب نهائيا، ما عليه عتب، لأن المسؤول هو جاي لأجل مصلحته الشخصية، لكنه العتب على الشعب اللي قاعد تفتر التظاهرات مالته يوم بعد يوم. ما أعرف يعني بسبب تهديد الميليشيات، بسبب قمع الحكومة، بسبب إطلاق الرصاص عليهم من قبل القوات الحكومية واضطهادهم، لكنه مع ذلك لازم يستمرون بالتظاهر، لأنه هاي الحكومة المفروض ما تبقى أستاذ محمد. نعم. الحكومة هاي وغيرها السابقة، الحكومات السابقة من 2003 لحد هسه كل شيء ما قدموا للشعب. طيب. ما أعرف ليش الشعب صابر عليهم. شكرا جزيلا سيد أبو ناصر، كنت معنا من تركيا. إذن هناك تحميل من قبل، طبعا تحميل مسؤولية من قبل بعض المتصلين للشعب الموجود الآن في العراق، الشعب العراقي الذي يرى ما يحدث الآن من حوله، قضية التحالفات الجديدة، قضية عدم الاكتراث للمتظاهرين، بل حتى اتهموا من قبل السياسيين، اتهم المتظاهرون من قبل السياسيين بأنهم عملاء ودواعش وبعثية وخونة ومندسين وخلايا نائمة لتنظيمات إرهابية وغيرها. طيب، حكومة لا تكترث لهذا المجتمع ولا تهتم ولا تأبه بالمطالبات التي تخرج الآن في المظاهرات، لماذا يصر الشعب على السكوت والخنوع والخضوع والبرود إذا صح التعبير تجاه ما يحدث الآن؟ يعني مثال عن الطائفية طبعا الموجودة في هذه السلطة، ميليشيا العصائب هددت الكتل السنية والكردية بإعادة الكتل الشيعية لتحالفها في حال استمرار فرض الشروط من قبل الكتل السنية والكردية على الكتلة الأكبر. الناطق باسم الميليشيا نعيم العبودي وهو مغرد على موقع تويتر، غرد في صفحته بموقع تويتر قائلا إن فرض الشروط من الكتل السنية والكردية على الكتلة الأكبر في تشكيل الحكومة القادمة
سيدفع بالكتل الشيعية إلى إعادة تحالفها لأن الشارع لن يرحمهم أبدا. طيب سنناقش هذا الموضوع ولكن بعد أن نستقبل أحد المتصلين. من معنا؟ أبو حسن. أبو حسن تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك أخويا محمد. لما طلعت مظاهرة أخير شيء لما هذا أبو التيار الصدري لما قال حكومة شلع خلع. نعم. مو صحيح؟ نعم. ليه لما قال شلع خلع شلون يجتمع وياهم؟ إذن هو هذا هم خنزير مثلهم. نعم. هذا يضحك على الشعب، الشعب كله نايم يعني ما عنده غيره، يعني ما يقول شيء حكومة شلع خلع. نعم. يعني شنو معناته؟ يعني شلون يجتمع وياهم؟ كل دول مخدرين، شو قشامر، ما عندهم عقل، ما عندهم دين، وين وين عقلهم؟ وين العقل؟ زين هاي التصريحات ما هذول السفل اللي وياه. أبو حسن برأيك 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 هسه إذا تشكلت الحكومة الجديدة والناس اللي حتيجي تستلم المناصب الآن غير اللي مضى، يعني الآن دخلت الميليشيات في العملية السياسية وصار عندهم حزب وتشكلت حكومة جديدة، سيكونون ضمن الحكومة باعتبارهم من الفائزين كما تقول مفوضية الانتخابات، ذولا إن تسلموا مناصب بهذا الشكل برأيك ما الذي قد يحدث للمتظاهرين؟ خلينا نقول بداية قبل الشعب. والله هذا مو بس المتظاهرين، الشعب بأكمله ثق يا محمد، ثق بالله العظيم راح يباد. نعم. يعني ايش يسوون؟ راح يباد. يعني ذول الميليشيات الوقع هذول كما يدعوا انه هذا مقتدور، هاي يعني عشان يقول لك وقحة، يا وقحة هم وقحين يا اخي، يا اخي انا ايش بشري يعني، الله منطيق عقل. نعم. انا على محمد ولا واطيع عليك الكلام، الله يخليك. تفضل. انا راح اروح اشوف حبوب مال كبسول، هذا كان اكو فيلم قبل يطلع مال فؤاد المهندس يقول اكو حب مال ضد النفاق. نعم. وحبوب مال المحبه. نعم. انا بكت راح استورد حبوب مال غيره، الغيره راح اشوف بكت واحد يبيع حبوب مال غيره للشعب، هذا حب الشعب راح يباد، وممارسه الامريكان والعجم. فاستقبل الله. نعم. اذا صارت حكومه هسه وانا قلتها قبل، العراق راح يباد والله ما يبقى. وشلون هسه يحتفلون بالعيد يا عيد؟ قاعد خبراني يا عيد، الناس بالمخيمات بالحر متبهدلين، لا يطوم حق ما يعني، هم قتله هم دوله، دوله ظلام، دوله ظلام. فما ادري عن الشعب اذا ظل نايم راح يباد. شكرا جزيلا ابو حسن، كنت معنا من بغداد، وضحت الفكره. الشعب سوف يباد إن لم يتحرك للخلاص من هذه الطغمة الحاكمة الآن، هذه الأحزاب التي تسيطر على العراق منذ عام 2003، هذا التناقض، هذا النفاق، هذا التلون في الخطابات وفي الشعارات. وضرب مثال بمقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الذي قال شلع قلع كلكم حرامية، هو الذي أطلق هذا الشعار بخطاباته وهو الذي حشد في وقت سابق، ولكن وطبعا كان الخطاب موجه وكانت الشعارات موجهة إلى هذه الحكومة التي حكمت، أي حكومة حيدر العبادي، وهو الآن يجلس مع حيدر العبادي من أجل التفاوض وتشكيل حكومة أو تشكيل كتلة أكبر، هو الذي أعطى الفرصة لحيدر العبادي من أجل الإصلاح ومهل بالمئة يوم والشهر والشهرين وغيرها، هذه المهل التي كانت تعطى لحيدر العبادي الذي لم ينفذ أي وعد من الوعود التي أطلقها منذ أن تولى الحكم وحتى هذه اللحظة، وعود الإصلاح التي قال عنها والتي أصدرها ووعود محاربة الفساد والحيتان وغيرها، لم ينفذ وعدا واحدا، وكان الصدر يتفرج ويشاهد وهو يعلم، والآن يذهب مرة أخرى ليتحالف مع العبادي مرة أخرى من أجل تشكيل الحكومة الأكبر. فالسؤال هو هل قد يخرج مقتدى الصدر مرة أخرى بمظاهرات في الحكومة الجديدة ليقول أين الإصلاح أو شلع قلع مرة أخرى؟ هذه من النماذج التي يعاني منها العراقيون. طبعا قضية أخرى، قضية الميليشيات التي ذكرنا قبل قليل، تصريح نعيم العبودي الناطق الرسمي باسم ميليشيا العصائب الذي قال لو أعطيت الفرصة للكتل السنية والكردية لفرض شروطها من أجل تشكيل الكتلة الأكبر ستعاني الكتل الشيعية إلى الأبد، والشارع لن يرحمهم، يقصد الشارع
العراقي لن يرحم هذه الأحزاب تحديدا الكتل الشيعية باعتباره يسمى بالمسميات، لن يرحم هذه الأحزاب لأنها أعطت فرصة للسنة والأكراد. معنا السيد أبو زينب، تفضل. السلام عليكم أستاذ، وعيدكم مبارك وأيامك سعيدة. كل عام أنت بخير أبو زينب، تفضل حياك الله. موفقين إن شاء الله، من شان خابرك أستاذنا العزيز. تفضل عيني، تفضل أستاذ عزيز. أنا شيء مناشدة لي من شاربك أريدها من العمارة. شلون عفوا؟ بها مجال مناشدة بناشدك من العمارة بها نعم. مجال نعم. أي والله الله يعزك، أنا هاي صار لي فترة لا أبدا ما واحد يحتك بيه ومر بيه، عندي حالة صارت إنسانية، عندي بيت أستاذ. نعم. أي أستاذ خلصي أستاذ. نعم أستاذ، أريد من الله منك أبو زينب. قدنا اتصال مع أبو زينب ولم نفهم كلمة واحدة من ما قال. عموما نشكرك للمشاركة، حاول اتصال بنا مرة أخرى من أجل توضيح ما لديك. الآن المبدأ الطائفي الذي تفريضه أو الذي فرضته أو طرحته السلطة أو الحكومات التي تعاقبت بعد الاحتلال حتى هذه اللحظة في العراق، الطائفية التي نشرتها الميليشيات ونشرتها فرق الموت ونشرتها السلطة الموجودة الآن وسابقا والتي قد تأتي، عندما يتحدث زعيم ميليشيا أو ناطق باسم ميليشيا بهذه الصيغة، تخيلوا معي الطرق التي تتحدث بها العملية السياسية أو الطرق التي ستشكل بها الحكومة القادمة في العراق. عندما يقول هادي العامري زعيم ميليشيا بدر والآن هو زعيم لتحالف الفتح، يقول بأنه لن تعطى للسنة، هيهات أن يعطى الحكم إلى السنة، يعني بهذا المنطق وبهذه العقلية تشكل الحكومات الآن في العراق، بهذه العقلية وبهذا المنطق وضع هذا الدستور الذي وضعه الاحتلال، مبدأ 60% للشيعة و 20% للسنة و 17% للأكراد و 3% للأقليات. لن تتزحزح هذه النسبة ولو 1%، ولن يأخذ السنة أو الشيعة أو الأكراد أكثر من حصتهم المقرر طبعا ليس في الدستور ولكن مقرر عن طريق تحالفات حدثت قبل الاحتلال. معنا سيد مصطفى السيد من مصر، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. كل عام وحضراتكم بألف خير، وكل عام وإخواتنا وأهالينا في جميع المحافظات العراقية بألف خير. حياك الله. وكل عام وهيئة علماء المسلمين بألف خير، وكل عام وكل وطن ورجال المقاومة المشروعة بألف خير. وعلى رأسهم السيد وزير الدفاع السيد عزت إبراهيم، كل عام وحضرتك بألف خير. أبو مصطفى، سيد مصطفى لا تتوسع، سيدنا مصطفى، سيد مصطفى. نعم. لا تتوسع، لا تتوسع بالطرح، أرجوك ادخل بالموضوع رجاء وخلينا على قد القضية. والله يا أستاذ محمد أنا ما حدش يقدر يمنعني إن أنا أحيي، أنا راجل بحيي مقاومتي أنا حر أولا. بالنسبة حضرتك لموضوع الحكومة أنا أخش فيه، بس ده رأيي أنا حر فيه، احترمني، احترم يا أخي، احترم عقلي، هذا حقي، أنت هتمنعني إن أنا أحيي شكرا مصطفى، شكرا مصطفى، زيادة بالكلام ما نحب. تدخل شكرا للتحية حييت وانتهى الموضوع، تتعمق لا وتجادل بهذه الطريقة وبعصبية وبانفعال غير مرحب بك بهذا البرنامج. إن كنت تتكلم وفق الأخلاقيات والمبادئ تكلم باحترام وبدون أي انفعالات أو تجاوزات. شكرا جزيلا. حزب الدعوة نفى وجود أي اتفاق على تشكيل الكتلة النيابية الأكبر حتى الآن. مصادر قالت إن بالحزب طبعا أن الاجتماعات السياسية لم تسفر عن أي اتفاق على تشكيل الكتلة الأكبر سواء مع الأكراد أو تحالف المحور. وأضافت المصادر أيضا أن الإعلان عن الكتلة الأكبر قد أرجئ إلى ما بعد الانتهاء من عطلة العيد في أقل تقدير. أضاف المصدر أن تحالفي المالكي والعبادي يتسابقان الآن لتشكيل الكتلة الأكبر عبر تحشيد أكثر عدد ممكن من الكتل والشخصيات السياسية إلى صف كل منهما، لافتا إلى أن تحالف المحور يحتوي على جبهتين إحداهما مع المالكي والأخرى مع العبادي، وتسعى كل جبهة للحصول على مناصب وزارية معينة. إذن نحن ندور في نفس الفلك الذي درنا به سابقا، وهي قضية أن حزب الدعوة هو الذي يسيطر، سواء كانوا مع العبادي أو مع المالكي سيكون هناك شخص من حزب الدعوة هو الذي سيتسلم منصب رئيس الوزراء، وستكون هناك شخصية سنية بغض النظر عن ميولها بغض النظر عن انتماءاتها، مجرد أنها تتبع لطائفة معينة ستكون في منصب رئيس البرلمان، وسيكون رئيس الجمهورية للأكراد. التقسيم المعتادة، التقسيم الطائفية المعتادة التي وضعها الاحتلال والذي تحالفت أو اتفقت عليها الكتل والأحزاب
منذ دخولها إلى العراق في عام 2003 وحتى هذه اللحظة؟ تتغير الوجوه لكن السياسات تبقى نفس السياسات، السياسات التي قمعت المتظاهرين منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة هي التي ستستمر في قمعهم. حيدر العبادي لم يختلف عن المالكي سابقا، دمر المحافظات الغربية وأباد المتظاهرين في المحافظات الجنوبية وأكال لهم التهم وتركهم يموتون جوعا وفقرا ونقصا في خدمات وغيرها واعتقالات وميليشيات وغيرها. حيدر العبادي عندما يجلس ويتحالف مع زعماء ميليشيات كالصدر وغيره وهادي العامري والمهندس والبطاط وغيرهم، هو يجلس معهم، هو يمثل دولة، يعتبر أنه يمثل دولة، لكنه يجلس مع قادة الميليشيات من أجل التباحث في قضايا تخص أمن المواطن وحياته ومستقبله. معنا محمد من بابل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أخ أبو جاد؟ حياك الله، أهلا وسهلا. أخي إحنا اللي دمرتنا طبعا بالأخص إحنا الشيعة اللي فتينا بالمحممين. نعم. وسبب هذا الدمار بالعراق وسبب هذا البهدلة وهاي الحكومة اللي هي اجت من الاحتلال. سببها هي المعممين اللي قشمروا الشعب وضحكوا على قوله انه ينتخبون هذه الحكومة وجابوا دستور هو غير اسلامي ودستور غربي وتحت وصاية امريكية. نعم. فهذا الشعب ما راح ترحمنا ترى اذا ما يوعى شويه ويشغل عقله، يعني مثل ما نقول هذا الدمار بالعراق صار هم بسببها. طيب الحلول الموجوده الان امام الشعب يا سيد محمد غير المظاهرات، شنو الموجود؟ الحلول الموجوده ان الشعب شويه يوعى ويبطل من هاي يتبع العمايم المعممين دول اللي هم راس الطائفيه والدمار للعراق. نعم. عرفت شلون؟ انه يتخلون عن هؤلاء المعممين. شكرا جزيلا سيد محمد، كنت معنا من بابل. نقرا رساله من السيد مبروك من الامارات ثم بعد ذلك سنذهب الى فاصل. يقول اخي محمد، الانتخابات وما يجري من حديث عن تشكيل الحكومه وموضوع التحالفات السياسيه ومطالب المتظاهرين بازاله الفاسدين والسياسيين المفسدين، يجب تغيير الوجوه المفسده ووجود ميليشيات مجرمه تريد التحالفات السياسيه. الحكم الرئاسي مطلوب والمظاهرات والاعتصامات تستمر، ثورة عارمة على هؤلاء الأحزاب الفاسدة المفسدة في العراق. العراق عظيم بأهله ورجالته الشرفاء الأحرار الغيارة، يجب إبعاد دور الحكومة المفسدة في العملية السياسية التي أفسدت الواقع مع وجود الفاسدين والسياسيين المفسدين. مبروك من الإمارات، شكرا جزيلا سيد مبروك. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. لدينا رسالة من السيد سعيد العذاري، يقول كلامي غير موجه لمن يرى الجميع فاسدين بقادتهم وعضائهم، وغير موجه لمن يردد عبارة صدام ما بنى على باطل باطل، أو ما بني على باطل باطل. كلامي موجه لمن يرى جماعته صالحة وغيرها ليس مثلها. لعن الله بريمر ولعن بعض من كتب الدستور وعمق المذهبية والطائفية. لا تتشكل الكتلة الكبرى إلا بتنازلات للأكراد والسنة، فلماذا لم تتنازل الكتل الشيعية بعضها للبعض الآخر ويكون الكتلة الأكبر؟ الفواصل بينهم جزئية، أما الفواصل مع غيرهم فأقرب إلى الكلية. لا تفسير لعدم التنازل إلا خبث السرائر وسوء الضمائر. عموما يقول الجميع الخلافات الشخصية ذاتية مصلحية، وإن أطرت بأطر وطنية أو أخلاقية أو نزاهة وفساد
طيب يعني الحديث دائر بقضية البعض وليس الكل، نحن نتحدث عن من شارك في العملية السياسية الآن في العراق وإن كان شريفا وإن كان نزيها، فلماذا يبقى مع الفاسدين؟ لماذا يبقى مع القتلة واللصوص؟ ما الذي قدمه الشريف إن وجد بين السياسيين؟ ما الذي قدمه للعراقيين؟ ما الذي قدمه لمنطقته، لأبناء جلدته؟ ما الذي قدمه لمحافظته؟ ما الذي قدمه لهذا المجتمع؟ ما الذي قدمه لهذا البلد؟ إن كان هناك شرفاء في العملية السياسية، لماذا بقوا مشاركين ومستمرين في حكومات تسرق وتقتل وفيها ميليشيات ودولة غاب عنها القانون؟ لماذا يرضون بالحصول على المكاسب ولا يفعلون شيئا؟ لم يقدموا شيئا لهذا المجتمع. إن كنا نتحدث، وهذه لغة الاحتلال التي نرفض أن نذكرها، لكن هي أصبحت واقع لدى هؤلاء، ولكن ليكون حتى تكون الصيغة صريحة، ما الذي قدمه السياسيون والسنة للمحافظات المنكوبة الآن، محافظاتهم، المحافظات التي دمرتها الضربات الجوية للتحالف الدولي، ودمرها القصف المدفعي للحكومة، ودمرتها الميليشيات عندما دخلتها وعاثت فيها فسادا؟ ما الذي قدمه السياسيون والسنة لمن يبات في الخيام الآن في العراء لا ماء ولا طعام ولا دواء؟ ما الذي قدمه السياسيون الشيعة لأهالي المحافظات الوسطى والجنوبية الذين يعانون من الفقر والحرمان والبطالة وغيرها؟ ما الذي قدمه الأكراد لبعضهم البعض؟ كل من شارك في العملية السياسية هو مذنب في نظر الشعب لأنه لم يقدم شيئا، فلا يوجد استثناءات في هذه العملية. معنا اتصال. أبو يوسف من أستراليا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أول شيء أبارك لكم بالعيد سعيد إن شاء الله يا ربي على الأمة الإسلامية وعلى الشعب العراقي جميعا. شكرا جزيلا أبو يوسف. ثانيا أخي الفاضل، نعم، بالنسبة للحكومة، حكومة كلها فاسدة، نعم، دون استثناء أي أحد فيهم. من 2003 لحد الآن، نعم، ما شفنا من عندهم إلا الدمار والضياع للشعب كافة. نعم. بأطيافة كلها، سنة وشيعة وأكراد ومسيح وصابئة ويزيدية، وكل الشعب العراقي عانى من هذه الزمرة الفاسدة. نعم. ثانيا أخي الفاضل، الشعب العراقي حاليا يعني للظاهر ويطلع بصورة للأسف ما تؤدي الغرض المطلوب من عنده. طيب ما الحلول الموجودة؟ الحلول الموجودة أن هذه الزمر بأحزابها كلها ترحل عن العراق. الطريقة يا أبو يوسف، يعني نحن نقول أنه يطلعون ويقلعون، بس شلون التنفيذ؟ التنفيذ الشعب العراقي ياخذ إجراء، يقدم تضحيات، يطالب برحيلهم، يقدم شنو مظاهرات سلمية، أي سلمية مع هذه الفاسدة؟ هذولا مو مال سلمية، المظاهرات السلمية هاي ضعف. لا. يا أخي لازم نهاجمهم بقعر دافهم. لازم الشعب العراقي يقدم التضحية المطلوبة من عنده. احنا شعب عريق، مو شعب يعني للأسف ظهرنا مستوى ضعف. طيب هل يوجد وعي لدى المجتمع، لدى فئة الشباب بالتحديد، لكي يقوموا بالخطوات التي قلت عليها، يعني التي قلتها، قضية المظاهرات المسلحة أو الانتفاضة المسلحة أو الكفاح المسلح، سميها ما شئت، هل لديهم القدرة؟ نعم. أو هناك وعي كافي لدى هؤلاء للقيام بهذه الخطوات في ظل وجود تغييب واضح من قبل من ارتدوا عمامة الدين، أو تغييب واضح من قبل حتى في المؤسسات التعليمية، هناك تغييب لعقول الشباب ولعقول الأطفال أو هذه الأجيال القادمة، كيف يمكن لها أن تصل إلى مرحلة من الوعي أنها يمكن أن تخلص من هؤلاء عن طريق الكفاح المسلح؟ يا أخي اليوم العراقي، كل عراقي يملك سلاح، هذه حقيقة. نعم. الشعب الفلسطيني بالحجارة يقاوم أقوى قوة على وجه الأرض وهي إسرائيل بالحجارة. نعم. صدقني هذول أجبن منهم ماكو، جبناء هم، يعني أناس جبناء لصوص. صدقني إذا محافظة واحدة بالعراق نعم تقف هذه الوقفة، وقفة بطولية،
احرق احزابهم على رؤوسهم. هاي مقراتهم، الله وكيلك. لو واحد من المقرات يحترق والله ما تلاقي واحد فيهم بالعراق. نعم يا اخي، الشعوب كلها قدمت تضحيه. احنا طالعين شي قاعد لي على الارض يلعب لي دومنا، وواحد يقول والله احنا باقين هنا. اي تبقى منك حاله. المشكله يا ابو يوسف، هناك بعض العشائر في العراق تسير وفق مبدا انه انا ارفع سلاحي لما اروح بطلابه، بس ما ارفع سلاحي على الميليشيات اللي قتلت ابنائي في المظاهرات، ابناء الجنوب. ما ارفع سلاحي على سلطه قمعت الناس، سلطه ابادت الناس، افقرتهم، جوعتهم، بهذلتهم وطردتهم من بيوتهم. شو العشائر عندنا بالعراق، او بعض العشائر حتى لا نعمم، بعض العشائر عندنا بالعراق نعم تركض وراء الاطلابات وراء الفصول بالسلاح. وعرضنا كم مقطع هم دي يدمرون بيوت رميا بالرصاص في سبيل انه ماتلهم واحد من ابنائهم، في حين انه ميليشيات وسلطه مثل منظمه بدر والعصائب قتلت الناس بالمظاهرات وما انتفضوا. اخي الفاضل، اغلب الشيوخ للاسف مستفادين من هذه الزمره الفاسده، بل شركاء. نعم. احنا اليوم فعلا مثل ما انت تفضلت، العشائر اغلبها شيوخ العشائر يقوم الدنيا ويقعدها يمكن على ابسط او اتفه طلابه. نعم. عنده. بينما وطن ضاع صار 15 سنة وإحنا ضايعين ومشردين بالدول بسبب هذه الزمر. ولا عراقي طلع من العراق تأكد إذا ما السبب هم. لا أغنيك عن الوضع اللي عايشين العراقيين حاليا. أخي الفاضل، الحل رحيل الأحزاب. نعم. ولازم الشعب العراقي يرفع شعار الرحيل. والله مطالب العراقيين الإصلاح، واللي طالب بكهرباء، واللي طالب لي بأمور يعني حتى الواحد يخجل يقولها على الإذاعة. نعم. هذه مطالب للأسف الشديد. أنا أقول لهم يقعدون ببيوتهم أحسن، لأن لا حياة لمن تنادي. شكرا جزيلا أبو يوسف، أشكرك للمشاركة أبو يوسف، كنت معنا من أستراليا. وضحت الفكرة معنا السيد الغريري من بغداد. تفضل الغريري. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانت بخير ان شاء الله. الصحه والسلامه. وانت بالف خير. وانت بالف خير، شكرا جزيلا. استاذ محمد، يعني كما قال حضره النبي عليه الصلاه والسلام، المؤمن لا يلزق من جحر مرتين. نعم. لكن الشعب العراقي اللي داخل يمكن اربع خمس مرات حتى الان ما حكومه، والناس ما جات تفعل. نعم. يعني ما الذي سوف يتحقق اذا كانت الحكومه حالية أو بعدها؟ ما الذي سوف يتغير الأصح؟ ما الذي سوف يتغير؟ أي شيء سر. نعم. لم يتغير أي شيء، من سيء إلى أسوأ. وكل الوعود اللي قطعوها على أنفسهم في السنوات الماضية، يعني حتى الخدمات اللي كانت موجودة من 2004 و 5 و 6 الآن الجاهة مفقودة. وضع العراق من سيء إلى أسوأ. وبالنسبة يعني للأسف سبحان الله، وضعنا بالعراق وضع فلسفي ووضع اقليمي. يعني هناك مؤامره كبيره على العراق تقودها الولايات المتحده الامريكيه طبعا بالتاكيد، واسرائيل وايران. نعم. لكن مع هذا الشعب العراقي شعب اصيل وشعب ابي ومعروف بتاريخه. نعم. العراقيين ثقافه وقومه رجل واحد، والله لا يمكن لامريكا ابدا. طيب خلي اقرا لك رساله من سعيد العذاري من النجف. سيد الغريري خليك وياي اسمع الرساله حتى نشوف الرد المناسب لهذا الكلام. يقول: المحاصصة ليست طائفية أو قومية، إنما محاصصة دولية. كل دولة ساهمت في إسقاط النظام السابق لها حصة، يعني كل دولة شاركت لها حصة. هذا واقع لا تتغير أو لا يتغير إلا بأن يقوم الشعب. هو الحل الطانة، الحل من وجهة نظر السيد سعيد العذاري. يقول أن يقوم الشعب بتشجيع الكفؤين الشرفاء للترشيح في الدورة القادمة. أما استخدام السلاح فمعناه الدمار الشامل. يقول بأنه خلينا ننتظر، بلكي تجي الدورة القادمة ونشجع احنا الشرفاء اصحاب الكفاءة حتى يروحون يرشحون بالانتخابات ونروح ننتخبهم. هذا الحل بوجهة نظر السيد سعيد، ما رأيك انت؟ والله استاذ محمد، هذا الحل لا يجدي نفعا. هذا الحل يعني لماذا لا يجدي نفعا؟ اخرى استاذ، بين هؤلاء الموجودين الان
يعني حتى اللي يرضى يعني حتى اي انسان يرضى ان يكون مع هؤلاء المسلمين فلا شك انه سوف يلبس ثوبهم ويصطبغ بصبغتهم ويقتص اخلاقهم بالحرمله والسرقه. يعني سوف يفسد، سوف يفسد الشريف، سوف يفسد مع هؤلاء مليون. لا يعني استاذ لو تذكر حادثة حارث العبيدي، نعم، مجرد تعليق بسيط من البرلمان السجناء وعن تنظيمين تبقال حادثة سيال مدينة اليرموك في بغداد. فمن هذا الرجل القوي المستعد للتضحية بالمال وبالمليارات اللي اخفضها شهريا وبالملايين في سبيل قول كلمة الحق نصرة المظلوم؟ ما اعتقد موجود في الانسان، وان وجد فالموت مصيره. فالانسان العاقل يكون بعيد. اما الانسان عند الطاع والله يا استاذ محمد لا يمكن ان يكون منظرا حرا ولا منظرا لنصرة المظلوم في العراق، انما يكون حاله حال الموجودين الان في السرقه وفي الظلم وفي الجبروت. وبالعكس يعني الحكومات القادمه انا راها سوف تكون اشد قسوه على الشعب العراقي. وما اوقد بالقوه استاذ محمد لا يسترد الا بالقوه، لن تنفع اي مظاهرات في العراق مطلقا، لكن نعول على الله سبحانه وتعالى اولا ثم على قوه الشعب العراقي ونبذه للطائفيه. متى ما ينبذ الشعب العراقي وخصوصا اخواننا في الجنوب ينبذون الطائفيه ويقولون ان هؤلاء المعممين هم سبب هلاكهم، عند ذلك انا اقول لك الشعب العراقي. نعم، أشكرك سيد الغريري، كنت معنا من بغداد، وضحت الفكرة. طبعا صحيفة الشرق الأوسط ذكرت أن هناك صراعا شيعيا شيعي لغرض استمالة الكتل السنية والكردية للوصول إلى الكتلة الأكبر. طبعا مبدأ فكرة الصراع الشيعي الشيعي، هذا المصطلح سمعناه كثيرا سابقا، لكن نتفاجأ دائما وأصبح الموضوع معتاد عليها صراحة، نتفاجأ أن هذه الكتل التي قيل عنها أنها تتصارع فيما بينها تتحالف فيما بعد وتكون كتلة ربما أكبر، تكون تحالف الأكبر، يحدث هناك زيارات بين الطرفين كمثلا، يعني قيل في فترة سابقة أن العبادي مع المالكي بينهم صراع، كيف يوجد بينهم صراع وهم تابعون لحزب الدعوة الذي يسير أو الذي يسير هذه الشخصيات وفق منهج معين واستراتيجيات معينة؟ نعم قد يختلفون لأنهم تابعون لائتلاف دولة القانون وهذا تابع إلى تحالف النصر، لكن في النهاية هم يخضعون لحزب واحد، هم أتباع حزب واحد، هذا الحزب هو حزب الدعوة المدعوم إيرانيا وصاحب الفكر الذي انتهجه حيدر العبادي وانتهجه المالكي سابقا وانتهجه الجعفري قبلهم، وبهذا النهج تسير الشخصيات الموجودة المنضوية ضمن حزب الدعوة. لا يوجد صراع، ربما هناك من قال سابقا من محللين سياسيين أو حتى متصلين هذه مسرحيات يروج لها بهذا الشكل على أساس أنه يبين أن هناك صراعا داخل العراق، هناك تفاهمات، هناك توافقات، هناك مصالح تجبر من لديه فكرة الصراع تجبره أن يخضع بشكل أو بآخر ويسير وفق منهج معين وفق رؤية معينة وضعت لهم سواء من قبل الولايات المتحدة، من قبل إيران، أو من قبل حزبهم الذي ينتمون له. عموما أضافت الصحيفة أن كتلة النصر والفتح تحاول استمالة الكتل الأخرى للتحالف معها والمضي لتشكيل الكتلة الأكبر القادرة على تشكيل الحكومة المقبلة واستبعاد الطرف الآخر ودفعه نحو المعارضة. فكرة المعارضة بالعراق هي فكرة غير موجودة، لأن المعارضة أو كل من عارض يقمع، دليل المظاهرات، دليل مظاهرات عام 2013 في محافظة الأنبار والغربية، المحافظات الغربية، دليل مظاهرات 25 شباط، دليل ما يحدث لقناة الرافدين الآن عندما فجر المكتب واستهدف العاملون وطردت القناة ولوحقت حتى في الخارج، هذه معارضة، نحن معارضة، دليل على الجهات الوطنية التي عارضت العملية السياسية وكانت مؤثرة ولوحقت في الخارج، منهم من اغتيل ومنهم أيضا من يعني حاولوا مضايقته بشكل أو بآخر والتضييق عليه. لا توجد معارضة بالعراق، لا يوجد فكر معارض لهذه الحكومة التي وضعت من قبل الاحتلال. الأكراد ربطوا انضمامهم إلى أحد المحورين بضمانات مكتوبة مثل ضم كركوك إلى كردستان العراق فضلا عن شروط أخرى. موضوع الأكراد حقيقة يعني يبدو أنهم لم يأخذوا العبرة من ما حدث لهم سابقا بقضايا كثيرة، منها قضية الإقليم والانفصال، ومنها قضايا أخرى متعلقة بنسبتهم والمحاربة التي حربوها الآن من قبل حكومة العبادي وغيرها، منها الوعود التي أعطت لهم من قبل المالكي وبعد ذلك تراجع عنها، ويعني من هذه الأمور التي لم يتعظ، يبدو أن الأكراد لم يتعظوا من قضية التعامل مع هذه الحكومات، لا بد لهم أن يعني يفهموا في يوم من الأيام، لكن حتى هذا اليوم أن يأتي لا نفهم حتى هذه اللحظة لماذا يصر الأكراد على التحالف مع
شخصيات أثبتت أنها فاسدة وشخصيات سرقت هذا البلد ودمرته. القيادي في تحالف المحور الوطني ليث الدليمي قال إن تشكيل الكتلة الأكبر سيستغرق وقتا طويلا. طبعا هذا الموضوع منذ أن انتهت الانتخابات أو منذ أن بدأت الانتخابات وانتهى العمر الطبيعي للحكومة والبرلمان. العراق الآن خالي من حكومة وبرلمان، ولا توجد حكومة تصريف أعمال، ولا توجد أي شيء في العراق، لا يوجد قانون، فالأمور تمشي بالمحبة يعني. عموما أضاف الدليمي أن تشكيل الكتلة الأكبر سيتم بعد الاتفاق على برنامج حكومي موحد، وبالتالي فإن التشكيل لا يزال يحتاج وقتا طويلا. أيضا تابع أن الكتل السياسية تحتاج إلى إنضاج مشروع مشترك متفق عليه من قبل جميع الأطراف، يسهم الجميع في إعداد الصياغة النهائية للبرنامج الحكومي المشترك. حتى هذه اللحظة وضعت كثير من البرامج، لكن ما الذي طبق على الأرض؟ هذا هو السؤال الذي يطرح. نستمع إلى رأي السيد أبو عمر من السليمانية، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله، كل عام بخير أبو عمر. موفقين إن شاء الله، موفقين. الله يحفظك. الله يسلمك. محمد، حديثك عن التحالفات السياسية أنا ذكرتها قبل كم يوم، قلت لك هاي كل قيمة ما إلها، لأن القرار الأول والأخير بيد أمريكا وليس بيد إيران ولا بيد هذه التحالفات. هذه مجرد ضحك على عقول الناس جين، لا أكثر ولا أقل، والنتيجة النهائية تنتظرها. هم مش وقت مقررين أمريكا أنه تطلع النتيجة النهائية والتحالف اللي يريدوه، وهذا الكلام سجل علي. جين خلي يقولون أبو عمر، هذول ما عندهم لا حل ولا ربط، ولا من بعيد ولا من قريب. هذول 15 سنة كانوا عبيد مقسمين إلى جزئين، مقتنعين أن إيران هي قوتها العظمى، إيران قوية عظيمة مقابل أمريكا. لا عمونا، لا أمريكا ولا إيران ولا هم يحزنون. أنتم مجرد لعوبة بيد إيران كنتم، أمريكا تستخدم إيران وإيران تستخدم. أبو عمر إحنا باعتبار أنه الوقت حيخلص بعد نص دقيقة فقط، نص دقيقة يعني أمانة. نعم بنص دقيقة طين الحل. يا ناس تقول كفاح مسلح وناس تقول لا، رشحوا انتظروا الانتخابات الجاية ورشحوا الشرفاء. وينهم هم الشرفاء؟ مع احترامي للشرفاء، وينهم؟ من يدخل ايده ويا ذولا؟ هذا الشريف اللي يجي يريد يحكم، على اي اساس يحكم؟ من يدافع عنه؟ من راح يستانده؟ يا شعبي استانده، هذا يقول له انت شيعي وذاك يقول له انت سني وهذا يقول له انت كردي. هذه هي المشكله يا استاذ محمد، ما هو هذا الكلام، هذا الكلام غير صحيح. القرار بيت امريكا اولا واخيرا. وأنا شكرا جزيلا أبو عمر، كنت معنا من السليمانية. وصلنا مشاهدينا الكرام إلى ختام الحلقة لهذا الأسبوع، نشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.